أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لكم أولى حلقات سلسلة اللغة الفرنسية، ونستهلها بمراجعة بسيطة على ما قد تم دراسته في الصف الثاني الإعدادي. في الفيديو ده هنشرح مع بعض لو فيتور سامبل، لو فيتور سامبل المستقبل البسيط. ركز معايا، لو فيتور سامبل المستقبل البسيط. امتى بنستخدمه؟ ازاي بنصرف اي فعل في هذا الزمن؟ لو فيتور سامبل من الازمنة السهلة البسيطة جدا، والتي تعبر عن حدث مستقبلي، حدث سوف يحدث في المستقبل. ممكن نجيب معاها موكلي، كلمة دالة، وممكن ما نجيبش. طيب بيتكون ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي تكوين لو فيتور سامبل المستقبل البسيط. بيتكون من راديكال دو فيرب، راديكال دو فيرب اصل الفعل، مصدر الفعل، الفعل بدون تغيير، زائد terminaison du futur، terminaison du futur نهاية المستقبل. يبقى لو فيتور سامبل بيتكون من جزئيتين، راديكال دو فيرب وزائد terminaison du futur. هنشوف مع بعض terminaison du futur. Je et tu a il elle on a nous on vous et elle on. هي دي النهايات. طيب حد يسألني يقول لي النهايات دي بنستخدمها في ايه؟ اقول له النهايات دي هنشوفها مع بعض دلوقتي بنضيفها على ايه. هقول لك بنضيفها على الجزء الاول اللي هو الراديكال دو فيرب، مصدر الفعل. طب بنضيفها عشوائي؟ قال لا، بنضيفها حسب كل ضمير، كل ضمير له نهايته خاصه بيه، لازم احفظها واكون عارفها على اساس ان انا ما اتلخبطش. جو، هنقولها تاني مع بعض، جو اي تو ا ال ال اون ا نو اون فو اي الافيك اس الافيك اس اون. قلنا تاني بنضيف النهايات دي على الراديكال، مصدر او اصل الفعل. طيب في سؤال دلوقتي بيطرح نفسه، انا عرفت النهايات، طب هجيب الراديكال دي ازاي؟ الموضوع بسيط جدا جدا، اسهل مما تتخيله. هنشوف مع بعض بنجيب الراديكال دي ازاي وهنتعامل معاها ازاي. انا عندي كم مجموعه من الافعال؟ بالظبط، برافو عليك، ثلاث مجموعات من الافعال، افعال بريمير جروب، وطبعا كلنا عارفينها. بص معايا كده اهو، بتنتهي ب او ار، بنضيف عليها الترمينيزون بدون اي تغيير، ما بنغيرش فيها، ما بنحدثش فيها اي تغيير، بنضيف على الراديكال على طول. تعالوا نشوف كده مع بعض المثال. انا بتكلم في الراديكال دو فيرب دو بريمير جروب، مصدر او اصل الفعل في المجموعه الاولى، روغاردي regardez. تعالوا معايا نشوف هنعمل ازاي، هنصرفه ازاي. je regarderai، je regarderai، tu regardera، il elle regardera، nous regarderons، vous regarderez، elle regarderont. طبعا كلكم شايفين ان في شرطه، الشرطة دي طبعا مش المفروض ما تكونش موجودة، بس انا عاملها عشان اوضح ان انا بضيف الراديكال، بجيب الراديكال واضيف عليه النهاية، ولكن لما باجي اكون الجملة ما بقاش في الشرطة اللي انت حضرتك شايفها دي، اللي بتفصل ما بين الراديكال والنهاية، بتبقى مرتبطة او ملحقة او ملصقة بالراديكال الفيرب على طول. طيب كده عرفت ازاي اجيب الراديكال دو فيرب دو بريمير جروب. تعالوا مع بعض نشوف
ديزيم جروب الافعال المجموعه الثانيه اللي كلنا عارفين ان بتنتهي ب ار. مثال اكزامبل عندي اهو، فينير فينير، تعالوا نصرفه نفس. طيب يا ترى الديزيم جروب دي بيحصل فيها تغيير؟ لا، نفس اللي انا قلته في البريمير جروب هقوله في الديزيم جروب اللي هي المجموعه الثانيه، ما بحذفش ولا بغير من شكل الراديكال بتاعي. جو فينيغي، تو فينيغا، إل أل فينيغا، نو فينيغون، بو فينيغي، إل أل فينيغون. نفس الكلام بقول الشرطة دي ملهاش أي وجود، ولكن أنا بعملها بكري عشان توضح بس إن أنا بضيف النهاية على الراديكال. كده خدنا المجموعة البريمير جروب والديزيم جروب، المجموعة أولى ومجموعة تانية، وشفنا إن هي أفعال منتظمة لا يحدث لها أي تغيير. تعالوا بقى للمشكلة الكبيرة عندي في هذا الزمن، وهي تروازيم جروب المجموعة التالتة. المجموعة التالتة يا أولاد ليها تلات نهايات مختلفة بعكس الأولى والتانية، نهاية واحدة. لا، المجموعة التالتة ليها تلات نهايات في أفعال بتنتهي بـ أو، ودي على فكرة أمرها سهل جدا هنشوفها دلوقتي. في أفعال بتنتهي بـ OR، في أفعال بتنتهي بـ ER، يعني ثلاث أشكال من النهايات بتيجي فيها الفعل في صورته في المجموعة الثالثة. أول جزئية أو النوع الأول من الأفعال اللي هو المجموعة الثالثة اللي هو اللي بتنتهي بـ RO، ودي أمرها بسيط جدا جدا. كل اللي أنا بعمله إن أنا بحذف حرف الـ O اللي قبل الـ R دي اللي في آخر الفعل، وبضيف عليها الترمينيزون على طول. يعني في كل الافعال، في معظم الفيربات او الافعال اللي بتنتهي بـ RO بحذف الـ O واضيف النهايات. تعالوا نشوف مثال لير، يقرا. حذفنا الـ O اهو وضفنا الترمينيزون اللي هي الايه، ها، النهايه. تعالوا كده، جو لوري، تو ليغا، إل أل ليغا، نو ليغون، vous lirez، et avec s ou avec s liront. Je Holteni, je lirai, tu liras, il elle lira, nous lirons, vous lirez, elle liront. ده أول جزء من أفعال المجموعة التالتة اللي بتنتهي بـ RO. باقي الأفعال اللي بتنتهي بـ OR و ER دي لا يجب أن تحفظ، يجب أن تحفظ. ليه يجب أن تحفظ؟ ليه مش زي المجموعة الأولى والثانية والثالثة اللي بتنتهي بـ RO؟ لأن الفعل في الأفعال دي اللي بتنتهي بـ OR والـ ER من دول بيتحول الفعل من الراديكال الأصلي بتاعه إلى شكل تاني مختلف تماما. فعشان كده لازم نحفظ الراديكال كل فيرب من الافعال دي. طب هو اللي انا معقول دلوقتي انا هقدر احفظ كل الراديكال بتاع الافعال اللي بتنتهي بـ OR والـ ER؟ لا، هستخدم بس معظم الافعال اللي انا بستخدمها في المرحله بتاعتي واللي انا بستخدمها بشكل منتظم، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. في جدول اهو، اهو فيرب راديكال، فيرب راديكال. اهم افعال المجموعه الثالثه اللي بتنتهي بـ OR والـ ER فيرب، ها هتشوفهم كده، الافعال الشاذه، ها، فيرب الي، جوري، الي، جوري، جيري. فيرب الي بيتحول الى المقطع ار، وضفت الترمينيزون الايم حسب الجو. أذهب، سوف أذهب. أفوار، يملك. جوغي، جوغي. فيرب أفوار بيتحول لمقطع أور وبضيف عليه الترمينيزون بتاعي. دوفوار، يجب. دوفوار. جو دفري، جو دفري. يبقى فيرب دوفوار بيتحول إلى دفري زائد الترمينيزون. فيرب أتغ، جو سيغي، بيتحول إلى المقطع سير وبضيف عليه الترمينيزون. جو سيغي. فيرب فواغ، فواغ، يرى، بيتحول لمقطع فير. جو فيغي، جو فيغي.
فيرب فالواغ، والفيرب ده له قاعدة خاصة بيه، لأن الفيرب ده أو الفعل ده لا يصرف إلا مع الضمير ال فقط، لا يصرف مع جو ولا تو، يصرف مع ال فقط. الفدرة فالواغ يجب، الفدغة سوف يجب. بوفوار يستطيع، بوفوار بتحول إلى المقطع بور زي ما انتم شايفين كده، المقطع تحت خط عشان أعمل عملية توضيح. جو بوغي، جو بوغي. فيرب سافوار المقطع سوغ، جو سوغي. فيرب فير المقطع بتحول للمقطع فير، جو فيغي. فيرب فينير يأتي بيتحول المقطع فياندر، فياندر. جو فياندري، جو فياندري، جو فياندري. أهم الكلمات أو المكلي اللي ممكن إن أنا بستخدمها بشكل منتظم، دوما غدا، أبغي دوما بعد الغد، بروشا القادم. ممكن استخدم بروشان دي مع لجور دو لا سومان، لو جو دي بروشان، لو ميركو دي بروشان، لو فوندرو دي بروشان، لو سام دي بروشان، اي استخدمها مع الايام اللي السبت القادم، الحد القادم، وهكذا. ممكن اقول لا سومان بروشان الاسبوع القادم، لو موا بروشان الشهر القادم، لاني بروشان السنه القادمه. هناخد بعض الاكزامبل كده بسيطه معايا. دوما غدا، تو في غاد ديسبور. في غاد ده فيرب فير، لو بصينا في الجدول اللي فوق هتلاقي فيرب فير بتحول الى فير، واخذ التيرمينيزو بتاع الضمير ايه تو، عشان كده بقول لازم نحفظ نهايه كل ضمير. دوما تو في غاد ديسبور. فيرب فير هنا مش من الافعال المنتظمه، من الافعال الشاذه. الاكزامبل دو ابغي دوما بعد الغد، الي غا à Paris. Il ira à Paris. هو سوف يذهب إلى باريس. إر هنا ده فيرب ألي بتحول إلى إر، وأخذ الترمينيزو بتاع ال اللي هو الـ A، يبقى Il ira à Paris. Le jeudi prochain، الخميس القادم. Je verrai le match au stade. Verrai ده فيرب voir بمعنى يرى أو يشاهد. ده كده بالنسبة للفتير سامبل، قاعدة سهلة وبسيطة بنلخصها في معادلة اللي هي نطلع لها تاني فوق خالص معايا كده. من الراديكال اللي هو بنقول عليه المصدر، زائد التريمينيزون اللي هي النهايات. النهايات زي ما قلنا لازم أكون حافظها، الجو بتاخد أي تبقى وهكذا زي ما قلنا في بداية الفيديو. بالتالي يبقى كده وصلنا لنهاية الزمن. الزمن سهل وبسيط جدا، وان شاء الله هنطبق عليه اكسرسيز في الفتره او الحلقات القادمه.